هذه المهرة التي لقبتها أنا شخصيا بأم المعارك بحكم موقع معركة حطين، وهي سميت حطين ليس بالعبث. تحياتنا لحطين ملكة الميادين. تصفيق حار حبايبنا لحطين، بنت خيزران وبريق جونيور ابن بريق الامال وميرابيلا خيزران بن كريم المجالي بنت المجالي ابن مالك ما شاء الله تبارك الله، بنت بطل الميادين صاحب الاطلالات والمنافسات والسباقات الامسيات الكبرى في عالم السباقات والميادين. هذه المهرة ملكية أخونا محمد أبو راس من علوط، المعلق الكبير في عالم السباقات والميادين محمد أبو راس بن علوط. شباب انتبهوا شوي، ما شاء الله عليك يا حطين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي بعد خط النهاية اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. سايق عليكم الله، لا تفشلوها بالتصفيق، سقفولها تستاهل حطين تستاهل. مخيفة الذكور هيا يا حطين. عمالكم 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 عمالك عمالك. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. لا قوة إلا بالله. بكره راح شاف عليك. حطين يا حطين ما شاء الله عليك يا حطين. الود ودي انا اشارك لكن غدرتوني يا ملاك يا مدربين. يعني شرف عظيم اللي يكون عنده فرس او حصان ويشارك وتكون فيه حطين. ظلمتوها يا ملاك، ظلمتوها يا مدربين بعدم الاشراك مع هذه البطلة حطين. من معلومة من